الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما توفي أبو أمير المؤمنين علي عليه السلام أبو طالب رضوان الله عليه، وعندما توفيت خديجة الكبرى أم الزهراء عليها السلام، سمي ذلك العام بعام الحزن لعظيم الجلل وعظيم الفقد وألم الفراق على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن في مثل هذه الأيام بالعام المنصرم فقدنا العزيز الأخ السيد منير الذي لم يبلغ 19 ربيعا من عمره، وتلته في هذا العام الوالدة الحنون ذو القلب الرؤوف أم السادة أم السيد زكي. لم يمض عام من الفقدين، فيا عظيم الجلل وعظيم الألم وألم الرحيل، فإنجاز لنا أن نسمي هذا العام بعام الحزن على قلب أبي، على قلب إخواني، على قلب أخواتي. أمي، فإما بعدك الدنيا فمظلمة، وأما الآخرة فإن شاء الله بلقائك مزهرة مع محمد وآل محمد. وأما حزني وحزن أخواني وأخواتي ووالدي فهو سرمد. أيا ترى يا أخواني، رأيتم أما تتقطر رحمات الله في قلبها وتفقدونها في عين واحدة في يوم واحد؟ فأليم الفراق عظيم، ولكن هو جميل بلاء الله، ونعاهد الله ورسوله بأن نقابل الجميل بالجميل. جمال بلاء الله نقابله بإذن الله بجمال الصبر والتسليم والرضا. وكل ما نتمناه أن تصل دعوة مستجابة من أنفاسكم الطيبة، أن ينور الله قلب قبر أمي، أن ينور ظلمة قبرها، وأن يجعلها واسعة، وأن لا يربعها في قبرها. كل ما نريده منكم إخواني الأعزاء أنفاس مستجابة بإذن الله، أن تدعو لقبر أمي بالنور والضياء، وأن لا يروعها بظلمة قبر ولا رصعة قبر، وأن يحشرها مع محمد وآل محمد. وهذه سلوتنا، إن رأيناها في نعيم سنكون سعداء بإذن الله. وأشكركم ونشكر مواساتكم، وإن شاء الله لا ترون مكروها في أحبائكم، ورحم الله من قرأ لها وللمؤمنين ولأمواتكم وأموات العلماء سورة الفاتحة.